أعلن رسميا يوم الخميس فاتح شتنبير 2016 عن الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل جامعة سيدي عبد الله البشوري، وذلك بمقر الجامعة. شهد اللقاء الذي ترأسه السيد الحسن الوسعي رئيس مجلس جامعة سيدي عبد الله البشوري حضور السادة نواب الرئيس والسيد الخليفة ممثلا عن الإقليم ورؤساء بعض جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين. استهل اللقاء بكلمة تقديمية للسيد رئيس الجامعة خصصت لبسط منطلقات برنامج عمل الجماعات الترابية وأهدافه والقوانين المؤطرة له، وتلاه عرض مفصل حول منهجية إعداد برنامج عمل الجامعة من تقديم مدير مكتب الدراسات فرست وان السيد إبراهيم المرابط، ليفتح النقاش بعد ذلك للحضور لإغناء اللقاء الذي اختتم بالإعلان الرسمي عن انطلاق إعداد برنامج عمل الجامعة. اليوم خميس 1 شتنبير 2016 تعطلت الانطلاقة لإعداد مشروع برنامج عمل الجامعة اللي حضره المنتخبين، حضرته فعاليات المجتمع المدني، حضروا فعاليات اقتصادية واجتماعية، حضروه أعيان ديال الجامعة. في هذا اليوم تم الإخبار بانطلاقة إعداد مشروع برنامج عمل الجامعة 2017-22 اللي هو كتحتمو النصوص التشريعية حاليا. فهذا البرنامج العمل خدينا بعين الاعتبار المجال الجغرافي ديال الجامعة، خدينا بعين الاعتبار واحد التقاربات اللي هي كتقسمها واحد العدد من المداشير ديال الجامعة واللي سميناها أحواض الاهتمام، على أساس أن هاد أحواض الاهتمام اللي هي ليباسان دانتيغي هي اللي فين كتكب واحد العدد ديال المسائل اللي هي مرتبطة بهذه الدواوير اللي هي مرتبطة بالمجال الثقافي، مجال 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 التنموي، مجال البنية التحتية، واحد العدد ديال المسائل. إذن المقاربة اللي غادي يديروا في تشخيص التشاركي غادي ينبني على هذا على هذا على هذا الأساس. وكاين عندنا مشروع مع مكتب دراسات اللي هو ملا علينا واحد المنهجية واللي تمناها كمكتب ديال المجلس اللي غادي نخدموا بها، لا فيما يخص الجدول الزمنية ولا فيما يخص تنظيم هذا البرنامج الزمني إلى أعمال إلى إن شاء الله يتصدر لها المشروع ديال برنامج عمل الجامعة اللي هو غادي نخضعوه للمصادقة من طرف المجلس. وفي إطار إعداد برنامج عمل الجامعة سيدي عبد الله البشوري 2017-2022 ورغبة من الجامعة في أن تتم الإجراءات والخطوات المتتبعة في إعداد برنامج وفق منهج تشاركي مع كافة الفاعلين والإداريين والاقتصاديين وممثلي هيئة المجتمع المدني بالجامعة، قام رئيس المجلس بدعوة هذه الفعاليات للحضور بقوة في أوراش التشخيص التشاركي الخاصة بالساكنة وبجمعية وهيئات المجتمع المدني وبالمستثمرين والفاعلين المحليين وبالمستشارين الجماعيين وبالموظفين الجماعيين بالجامعة، وذلك طيلة فترة التشخيص الخاصة بالبرنامج. في إطار إعداد البرنامج عمل جامعة سيدي عبد الله البشواري، احنا اليوم في الافتتاح الرسمي وفي الانطلاق الرسمي ديال برنامج عمل هذه الجامعة، مكتب الدراسات فرست وان مكلف بالمتابعة وبالمرافقة وبالإعداد ديال هذا الدراسة. جلسنا مع المنتخبين، جلسنا مع الموظفين ديال الجماعة، جلسنا مع المسؤولين في عدة ورشات اليوم، وستأتي بعده عدة ورشات أخرى إن شاء الله مع الساكنة ومع الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني ومع المصالح الخارجية للوزارات، لكي نصل إلى واحد مخطط عمل أو برنامج عمل يلبي تطلعات الساكنة ويلبي تطلعات شبابها ونسائها
وأطفالها من أجل رقي هذه الجماعة، جماعة سيد عبد الله البشواري. منهجيتنا واضحة، هي نفسها التي دعا إليها القانون التنظيمي، التشارك، يعني التشارك ديال جميع الفاعلين في هذا المخطط، الاستماع إليهم وإعداد واحد المخطط اللي إن شاء الله كفيل بأنه تسير على خطاه الجماعة لمدة 6 سنوات المقبلة، تسير به في مسار تنموي سوي وملائم، ويلبي خصوصيات المنطقة، منطقة جبلية، منطقة فلاحية، منطقة سياحية، ثقافية. هذه المؤهلات كلها اللي كتسخر بها المنطقة ديال سيد عبد الله البشواري، هذا المخطط كفيل بإبرازها وبتنميتها، وهذا هو العمل ديالنا والدور ديالنا كمكتب دراسات.